أي طول أحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نعلمكم كيف تشتغلوا الجروف. الجروف اللي هو الخدود أو الخندق اللي بيكون بين رسمة ورسمة بنفس الغرفة. طبعا الخدود بيكون من سنتي ونص أو سنتي إلى 2 سنتي ونص، مش أكثر. يلا خلينا نشوف مع بعض كيف بنبلش نجمع بالجروف. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا بوسط الاربع حدايد في عندي هنا زاويتين، الزاويتين بعاد عن بعض 8.5، لانه بدي يركب في بيناتهم ترك 6 سنتي. 8.5 ليش زدنا الاثنين سنتي ونص؟ لانه في عندي لوحين جبسن بورد بدهن يركبن، وكل واحد 1.25 مثل ما انتم شايفين. هيك بنكون ركبنا قطعتين الجبسن بورد، بالطريقة هاي، يعني زاوية من هون زاوية من هون، ومن تحت شوفوا كيف ضوء الليزر جاي عليها، لازم كلها يكون متناسق مع بعضه. وهيك بنكون جامعين شرشف الجروف اللي هو بين شرشفين السقف الرئيسي. طبعا بعد ما جمعنا الجروف الان صار فارغ من الداخل، وهاي مشكلة بتواجهنا انه كيف بدنا ننزله تقريبا 2.5 سنتي. مبدأ سهل وحلو كثير كثير. الجروف مش بس شرط انه يعني يكون ل فاصل بين غرفتين، من الممكن انه تعمل اطار الغرفة او اطار البحرة، بطلع كثير بجنن. والان بنركب الزوايا، الزاوية بنركب واحد يمين وواحد شمال، وين؟ على جناب الجبسن بورد، يعني مع الشرشف فوق التابلو بالضبط، حفت التابلو اللي هي 1.25. وهيك ركبت الزوايا، والان بنركب الترك اللي هو 6 سنتي مثل ما حكينا عنه اول. مبدأه حلو كثير، بيعطي جمالية للغرف. وهيك ركبنا على الزاويتين، طبعا زاوية من اليمين وزاوية من الشمال، بعدين لبسناها للترك. وهيك بننزل الشراشف. طبعا بتعرفوا الشرشف 2.5 سنتي، يعني نهايته اخر اشي، لانه بدي يجي في بطن راح يكون 1.25 اللي مبين من الجبسن بورد. 2.5 بكون مبين، لانه هو 3.75. وهيك بكون راكب عن اليمين وعلى الشمال الشرشف، نكون قاصينهم طبعا، وجاهز للمعجونة. ومنظره طبعا كثير كثير حلو، ما في نزول اصلا. وهيك بنكون فصلنا الرسمتين بالجروف نفس الغرفة. هاي هي جمالية الجروف. الله يعطيكم العافية. إن كانت المسافات تفرقنا، فبيت الأحلام للديكور يجمعنا. وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد.